سنين عايشه مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، وثلاث سنين هاجني ومعلقني، وخمس سنين مستنيه الطلاق، ولسه سنين سنين قدامي عشان اعرف اتجوز. دلوقتي الكنيسه رفضت انها تديكي تصريح جواز، لكن في نفس الوقت سمحت انها تدي لرفيق. ايه يعني ايه؟ يعني عزمني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اطرح من اجباري؟ ايه بيكافئوه على البهدله اللي بهدلها لي بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه انا ذنبي ايه يعاقبوني انا ليه؟ لانك انت اللي طلبت الطلاق يا نيفين وصممت عليه وهو كان رافض، يعني انت اللي فرقتي اللي جمعهم الرب. وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب، يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جهل مصلحتنا. عارفه ليه؟ هيدينا فرصه ان احنا نرفع قضيه تاني. تاني؟ قضيه تاني؟ انا زهقت. معلش دي اخر قضيه. احنا هنرفع قضيه على الكنيسه. الكنيسه؟ هرفع قضيه على الكنيسه؟ ايوه حقك، ما دام ادوله تصريح وانت لا، يبقى ترفعي قضيه طلبي بحقك زيك زيه. بالذمه ده اسمه كلام؟ عشان اتجوز ارفع قضيه على الكنيسه؟ هو ده الحل يا نيفين، يا كده يا اما في حل تاني ما كنتش اتمنى اننا نوصل له. ايه هو؟ اسلم. غير ديني. هو ده الحل التاني لو انت عايزه تتجوزي. يعني يا اما غير ديني يا اما عايش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقول هو كمان يسلم عشان نعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا من اللي عايزه اتجوزه، ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟ هقول له انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ عشان واحدة فشلت في الجوازة يا إما تغير دينها يا إما تروح تزني؟ أنا ما أقدرش أعيش متراح بينها، ما أقدرش، يا ريتني كنت أقدر. أنا عايزة أرجي ربنا بس مش عارفة أعمل إيه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده، أكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. أنا مش راجل دين، أنا راجل قانون، وكل اللي أعرفه إن في قانون حاكمني وحاكمك. انت كنت عايزه تتطلقي وطلقتك، دلوقتي عايزه تتجوزي. حرام. عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عندك، تختاري ايه منها؟ وانا طالبه كتير كتير عليا يبقى عندي حياه طبيعيه زي بقيه الناس. نفسي اخلف، لو ما خلفتش دلوقتي هخلف امتى؟ انا كبرت كبرت. انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها لوحدها، وسطها. اهلا بالنجم، ان شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا نادر؟ مش عايزينك نجهز اول شغل فالحة بس تردي على المذيع. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراكي دول يا نادر كانوا شحاتين قبل كده، دي اول مره يكسبوا في حياتهم. تقصدي مين بقى؟ لا يا بني انا مش قصدي انت خالص، صدقني انا بس كنت عايزه ارد عليه. انت ما شفتش الوقت كان مطول سنه عليها ازاي يرضيك كده؟ ملوش حق، ده انت كان ناقص تعيطي وتقولي له انا حاكم سامسح الاستوديو عشان خاطر عيني. يلا قومي البسي بقى. البس؟ البس ايه؟ ولا لابسه اهو. لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوه. والنعمه الشريفه انا تعبانه والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادره، خليها بكره. تعبانه ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي. الغنوة هتتذاع النهارده والماتش النهارده، يلا حبيبتي. يعني مغسل قوي ضامن جنة؟ ضامن ان احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش المناسبات جايه كتير. عيد الثورة، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب.
تعالى عادل اقعد. خير يا مستر ممدوح؟ من امتى وانت بتسرقني يا عادل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ من امتى وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل؟ انا يا ريس؟ انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل. مين قال لك كده؟ محدش قال لي. انا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك. وانا مالي يا ريس؟ ممكن يكون اي حد من العيال ده فسهولي. محدش معاه مفاتيح الدواليب غير يا عادل. كل ده علشان تفتح محل. محل؟ محل ايه؟ هيكون محل ايه؟ جزاره؟ كوافير طبعا. كوافير مره واحده؟ يا ريت يا ريس. ولا ما تستهبلش عليا بروح امك. هتفتح محل ولا لا؟ حضرتك جبت الكلام ده منين بس؟ مالكش دعوه جبت الكلام ده منين. ازاي بس يا عم؟ مش هفهم. بلاش يا سيدي. كنت بتوشوش مدام ألفت بتقول لها ايه؟ انت عارف يا مستر ممدوح مدام ألفت ونام من النسوان كانت بترغي وانا كنت بسايرها. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انا ما صدقتش لما جم قالوا لي انك بتسرق من حاجه المحل. ولما عاطف قال لي ان عاطف ما تقول كده من الصبح يا ريس. انت عارف ان هو متعفرت مني عشان دراعك اليمين وبيعمل الفيلم ده والحوار ده عشان يزحلقني. وهو برضه اللي بيوزع الكروت ديت على الزباين في المحل. الكارت ده مش بتاعي يا ريس. بص اهو ما عليهوش اسمي. بس بقى وضعته في جابه منين؟ كان ممكن تخيل عليا واصدقك لولا ان مدام ألفت بنفسها هي اللي ادتني الكارت وقالت لي انك انت اللي اديته لها. ولا مدام ألفت هي اخرى عايزه تزحلقك من المحل؟ يهبل دول زبايني من سنين. مفكر لما تقول لهم تعالوا يقوم يجروا ويجوا لك عشان ايه؟ عشان سحر مكوتك. اوعى تكون مفكر انك قسطه بجد. انت قسطه علشان بتشتغل عندي والستات اللي بره ديت بتثق فيك علشان انا بثق فيك. ولو رحت فتحت محل مفيش حد فيهم هيجيلك ولا يعبرك. كان غيرك اشطر. ليه يعني؟ انت مش كنت صبي زيي وبعدين بقيت وسطى وبعدين بقالك محل؟ انا كمان عايز يبقى لي محل. ما تفتح محل ولا مول حتى، انا مالي. انما زباينك تعملهم بشطارتك مش تسرق زباين. انا ما سرقت الزباين حد. انا بطلب بالاسم. اسمي ايه يا ابو اسم؟ كنت مفكرك اذكى من كده. لما تيجي تفتح محل قولي على الاقل عشان العشره. لكن لا طلعت ذكي ولا دياولو، طلعت غبي زي امك ما بتبصوش غير تحت رجليك وبس. ايش دخل امي بقى في الموضوع بقى؟ لاني زمان لما طردتها سبتك، صعبت عليا وقلت اربيك اكسب فيك ثواب. لكن للاسف طلعت وسخ ونيجي زيها. ما تجيبش سيره امي يا ممدوح. انت بتمسك فيا يا ابني. الاستاذ وليد تعشين امتى؟ امبارح الظهر ودفنناه النهارده الصبح. فاكر راجل طيب وكريم؟ مش معاكي لوحدك، كان طيب وكريم مع الناس كلها. الله يرحمه، ربنا يرضى بينا.